قولي لي يا مي، احنا عن اخر مره اتقابلنا لحد دلوقتي عملتي حاجه جديده؟ جبتي درجه عدله؟ نجحتي في حاجه؟ هو لحد دلوقتي يعني مركزه برضو في الشغل. لسه فتره الامتحانات السيئه ما جاتش الحمد لله. مش كان في ميد ترم في النص عدى؟ كان الحمد لله. جبتي يعني درجاتك ايه؟ والله لسه ما اعرفش، بس يعني مش برضو بقى نتفضح قدامي. لا قولي لي جبتي درجات ايه يا عم. طب كان في برضو في الريسيرش ميثودز ده كان في امتحان وجبت الهايست سكور في الكلاس. اعلى درجه في الكلاس، بس ده مره واحده، دي مره من نفسي يعني، مش بتحصل دايما. بس انا حاليا بصور طايع، مسلسل طايع لرمضان، اخراج استاذ عمرو سلامه، وتاليف استاذ محمد واستاذ خالد واستاذه شيرين دياب، وبطولة الأستاذ عمرو يوسف والفنانة سبا مبارك وأستاذ عمرو عبد الجليل وأحمد داش، في ناس كتير قوي، وأستاذ سهير المرشدي طبعا. فأنا متحمسة جدا للمسلسل، هيبقى حلو قوي إن شاء الله. هيبقى حلو ومتأكد الناس هتحبه إن شاء الله. ده إنتاج رامي أستاذ رامي عادل إمام. إن شاء الله هيبقى جميل.